آخر اليوم تم يوم السادس عندي واحد الحصة ديال الماستر محشوم بزاف الخوت قبرت عارف راسي قبرت هادي مدة ولكن عذروني دابا نعاود لكم كلشي. أول حاجة بغيت نقول لكم الأخبار اللي تحولت من الساكن الطبيبية سكنت بوحدي أنا وصيف الدين ولدي قبرت بزاف وكنت باغي نبعد كامل يوتيوب ولكن ان شاء الله غادي نرجع. شنو لكم الاخوان داكشي كان صعيب شي شويه سيرتو باش خرجنا من الدار يعني الطفوله ديالك الام ديالك ولدك خوتك كان صراعات كثيره بيني وبين الاب باش نحافظوا على هذيك الدار ونبقاو مجموعين فيها ولكن للاسف يعني داس واحد 4 شهور اللي قدر الله ما شاء فعل والحمد لله سنتكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني الحمد لله الحمد لله يلا بدينا كنفيقوا من ديك الازمه درت واحد جوج ديال لي زاكسيدون بالطوموبيل الاولى الثانيه المهم الحمد لله على كل حال يعني الانسان ديما يرضى باللي قسمه الله سبحانه وتعالى. ما بغيتش نطلع لكم هذا النهار هذا المورال طايح شي شويه ولكن غادي نحاول نبوست لكم الماكسيموم ديال النهار كيفاش غندوزو ان شاء الله في ليكول. يلا تنبغيكم بزاف الخوت الحمد لله على كل حال وتوكلنا على الله توكلنا على الله وبه نستعين. يلا خوت مشيو نضربو شي تحسينه بعدا ساعه توكلوا الله مشيو للمدرسه وسبحان الله العظيم شو التسويه الجديده ديالي كنت حدا الجامع كان الناس بالاذان ونفيق بالاذان. يا ربي تعفو علينا وتوب علينا وتهدينا يا ربي يا ربي تنور طريقنا وتبعد علينا شر الخلق يا ربي. شو لو ما نضرش حزونا الاخوان صراحه ارتحيت شويه في هاد السكنه اقسم بالله الكعب بزاف كنسمع الصداع يعني بيتي شوية الحمد لله لومبوتياج والغوات وداك الشيء وكلام الله كل نهار كتسمع كلام الله اذان كتحل عينك به. يلاه الخوت كنبغيكم بزاف ما تفوتو بالياس قراري سبحان الله كلشي قريب لي انا يعني اي حاجه اللي نقدر نحتاجها كنلقاها هنايا يعني. كلشي موجود الحمد لله خطه راه حداك ملي الماكله تبغي تفطر الصباح كويس داتاي بحال المراه مسكينه اللي حقيتها كتبيع البغرير تسمن داك شويه ديال البغرير وملوي فطرت شويه البغرير ودرت شويه الثلاجه يعني هاد الامبيونس يلاه بديت كنعيش بوحدي انا وولدي انا كنت كنعيش مع الوالده في الدار كيصاوبوا لكل شيء وكيقادوا لكل شيء الحمد لله الحمد لله. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. السلام عليكم مالك بخير صافا هاني صافا مشطريف ديال الحرشه صاير شويه هكا بحال الكنار لا تكس كان حرشة زوينة عندك أخويا ولفتينا الفطور هنا يا. دير الفخوماج جوج الفطور ديك الساعة مشيت للصالون نحسن ديك الساعة نمشي للمدرسة إن شاء الله نبوست عليكم كلشي. الله يعطيك الصحة مولتي بحال هادشي زوينة راه وليت كون الصباح كناكل عندك هنا عارفة الله يطول لي في عمرك. هذا الفطور المفضل عندي أنايا يعني. حرشة بالفخوماج شوية ديال البيض البينو كويز داتاي الأكلة المفضلة عندي أنا يعني. واللي زوين في هاد السكنة الجديدة الصراحة قريب ليا حتى السونتر اللي كنت كندير لا كويزين فيه مشيت نطلع على السي خالد لا بقيناه في البيرو نسلمو عليه شحال هادي مشيت للمدرسة غنسلم عليهم غنمشي نحسن عاد غنمشي للسونتر بعيد شي شوية في منصة الشباب جات تقريبا جيت الساكنية الناس سنيطرة راه غيعرفوه السونتر اللي كنقرا فيه أول مرة شتوني بلا طوموبيل درت جوج كسيدات صافي الطوموبيل مشات ماشي مشكل ان شاء الله نعاودو ناخذ طوموبيل اخرى. يلا سي خالد ما لقيتوش في البيرو دابا ناخذ تاكسي ان شاء الله نمشي نحسن هذا نمشي للدراسه مازال عندي الحصه مع الوحده. هاد الحصه اللي غندير هي ورشه تكوينيه وكتعطيك تسير يعني كيفاش تسير لو بروجي ديالك وكيفاش تنجحو 100%. وهاد الفورماسيون الحمد لله دابا راه بديت فيها تقريبا شي 4 شهور قالت لي واحد جوج حصص ولا ثلاثه ان شاء الله ونكملوا هاد البروجي ان شاء الله. دعيو معايا راه هذا هو سبب الغياب لان كنت كنكري واحد البتي بروجي على حساب القرايه وعندي واحد لابلاتفورم كنختي نخدم عليها والحمد لله يعني بعدت على يوتيوب حتى كنت ما غاديش نرجع ولكن بزاف الناس يقولوا لي الياس رجع لينا شي حاجه قلت غندير بعدا بلوك خارج كنقرا سبب الغياب غنحاول نوضح لكم بزاف ديال الامور
وما نحرق لكمش المراحل ديال الكونسيبت جديد لانه قاصح شي شويه. كنتمنى تقبلوه مني لانه كايسبري ديال ليكسبيريونس طحبت اللي دازت ومن بعد كيفاش ديفلوبات ودخلت لهاد عالم الفن السوشيال ميديا، دخلت لا برودكسيون، يعني حاولت نعطي كاع الطاقه ديالي لان هذه كانت موهبه عندي من الصغر الحمد لله، هي اللي قدرت نبرز فيها بزاف ديال الاعمال اللي خدمت عليها الحمد لله. هذا ديال الشرف كانت عندي النافذه ديال يوتيوب، قدرت نوصل منها بزاف ديال الحوايج اللي فيهم ابداع ومعاناه ومعنى وميساج، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الكونسيبت ديالي ما كانش عادي وما جاش من الفراغ، والحمد لله انا كنفتخر بالمساله لان قدرت نوصل لواحد الرساله زوينه اللي كنتلقى الناس ما كتعرفنيش كتسلم عليا كتعنقني كتبوسني، المغرب كامل فين ما مشيت كنلقى الناس كتعرفني وكتحترمني وكتقدرني، يعني اش بغيتي اكثر من هذا الشيء بيني وبينك؟ ما نقدرش نطلع ندير تفاهم مسخة ونطيح من قيمتي باش نصور فلوس، لا انا فضلت نمشي نقرا ونصبر ونكافح باش نوقف على رجليا وما ندلش راسي في يوتيوب باش نقدر نعيش امبوسيبل، وانتم عارفين فوقكم بياس. بالنسبه للعيد الكبير الصراحه ما عيدش هاد العام لان ما بغيتش نعيد، يعني ما كنحسش بالجو ديال العيد، الناس كلشي كيتشكى الناس كلشي كيبكي، يعني تاجوا العيد ما كايناش ما كنشوفوهاش، يعني ما بقيناش كنشوفوها بحال اللي كنا والفرحه اللي كنا كنشوفو العائله وشي ولا سد على راسو. كان عندي شويه الحوت في الفريغو جبتو صاوب شويه ديال لاصوص كلينا شويه انا ولدي تاع لا قلت ليه العائله ذبحوا وكل يجيب لك طيب الشوه ديالك الطوق وصافي الحمد لله. شوف تضامنا مع الناس اللي فريمون محتاجين وهادشي اللي وصلنا ليه صعيب صعيب بزاف، الله يدير لنا تواد خير يا ربي. الحمد لله لقيت طاكسي تقول شي واحد من الشباب اللي في الوفا يقول خويا اسمح لي ما غاديش ولا لا خاي اي واش غنديرو سي خالي راه اتصلت بيه دابا هو اللي عطاني لادريس اكزاكت حيت مالف كنمشيو هكا اون جروب اليوم قلت غادي نمشي بوحدي وما عرفتش واش كيديو الطاكسيات لديك البلاصه حيت هي بعيده شي شويه في الخرجه ديال الهضره. صافي بالصدفه دابا اتصلت بسي خالد قلت له شنو سميت المنطقه اللي فيها المركز، قال لي منصه الشباب اللي في الوف. شكرا لا لوجيس فامل الله يكبر بك. وصلت بكري شي شويه جو بونس مازال واحد نص ساعه ولا ساعه غيبداو باش ندير شي قهوه عند الجي بان لي واحد الطاقم ديال التصوير جو بونس كيصوروا شي فيلم امريكاني واقيلا على العراق جو بونس ولا وصبا خلاص راه عندي داكشي امكانيات تضخمو كبيره كنت الماتيريال ديال العسكر حتى هو شوف لا قدرت نوصل تما قدرت نصور لكم شي حاجه نصورها لكم باقي عندي شويه ديال الوقت. بان لي واحد الطاقم ديال التصوير جو بونس كيصوروا شي فيلم امريكاني واقيلا على العراق جو بونس ولا وصبا خلاص راه عندي داكشي امكانيات تضخمو كبيره كنت الماتيريال ديال العسكر حتى هو شوف لا قدرت نوصل تما قدرت نصور لكم شي حاجه نصورها لكم باقي عندي شويه ديال الوقت. يا سلام شي حاجه غريبه كتشوف شي حاجه بحال هكا في الشارع كاين واحد لا برودكسيون زوينه تبارك الله باين عمل كبير بزاف بزاف ديال الناس كنهضر شاركوا في هذا البرنامج هذا. انت كتعرف
ديرو بوز واحد ربع ساعه نخت فيها واحد الساندويتش على رجع للقسم تشد مجبد مزيان. واحد المشهد في الفيلم الامريكي اللي كيصوروه هنا في بنادرا بحال شي عمليه ارهابيه ولا ما المهم شو ماتريكول بحال شي ماتريكول عربي عراقي شي حاجه بحال هكا. هاي تلاقيتو على الطريق طريق بوردر غادي نوصلني ولا البلاد هضر خويا تحياتي تحياتي الرجوله ما لقيتش طاكسيات هنا جيت للمنصه ديال الشباب بغاو يوقفوا قالوا لي غادي نوصلوك حتى تفقات